السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في كل مكان من الرافدين في هذه المتابعة الإخبارية، ومتابعتنا الإخبارية مستمرة بشأن معركة طوفان الأقصى والعدوان الصهيوني المتواصل على غزة المحاصرة. سوف نناقش في هذه المتابعة الإخبارية توسيع الاحتلال لعملياته العسكرية البرية والجوية والبحرية، وهذه الغارات المتواصلة على غزة، وقطع الاحتلال أيضا الاتصالات وجميع الخدمات من الانترنت وما إلى ذلك، في حين تخوض كتائب القسام اشتباكات عنيفة مع الاحتلال في غزة للتصدي للتوغل البري. كذلك أيضا اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية لإيقاف هذه الأعمال العدائية في غزة، وهو القرار الذي رحبت به حماس ومنظمات أممية ودولية لإيقاف هذه المجازر والجرائم الصهيونية للمدنيين الفلسطينيين والعقاب الجماعي والكارثة الإنسانية التي تتعرض لها كل يوم بل كل ثانية غزة المحاصرة. نرحب بدءاً مشاهدينا الكرام بضيفنا في الاستوديو العقيد سيد أحمد حمادة الخبير والباحث العسكري، حياكم الله سيد أحمد. أهلاً وسهلاً بك. كذلك سيكون معنا من لندن عبر سكايب الكاتب السياسي زياد المنجد، نرحب به أجمل الترحيب، حياكم الله سيد زياد. يا أهلاً وسهلاً بك. أهلاً بكم. من بيروت أيضاً نرحب عبر سكايب بالأستاذ حسن القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، مرحبا بكم أستاذ حسن. مرحبا بكم، حياكم حياكم الله. فاصل قصير مشاهدينا ونواصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة الإخبارية، إذن بشأن معركة طوفان الأقصى وهذا العدوان الصهيوني المستمر على غزة. نبدأ من سيد أحمد حمادة. أستاذ أحمد، ما أهداف هذا العدوان لنسميه العدوان غير المسبوق ربما الذي تتعرض له هذه المدينة الباسلة غزة المحاصرة من قبل احتلال غاشم، وهو قد صاحب أيضا هذا العدوان كما تعلمون قطع للاتصالات ولخدمة الانترنت، كيف تصفون ما يجري الآن وسط هذا التضارب يعني حول إذا ما كان يجري؟ هل هو برأيكم بدء للاجتياح البري؟ السلام عليكم، تحياتي لك ولمشاهديك الكرام ولضيوفك الأعزاء. غزة محاصرة منذ أكثر من 16 عام وهي لم تكن محررة نهائيا، كون السماء والبحر والمعابر كلها بيد العدو الإسرائيلي. لذلك كان لابد بعد انسداد الأفق السياسي وانسداد أي عملية مدريد أو القرارات الشرعية الدولية 242 338، كل هذه القرارات كانت إسرائيل تتجاوزها بشكل وتستمر عدوانها على هذه المناطق. كان لابد من عملية عسكرية تقوم بها المقاومة الفلسطينية من أجل أولا إظهار القضية الفلسطينية بأن لا حق يموت وراءه مطالب، وكذلك لأن تقوم بعدة أهداف. الهدف الأول هو منع الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والمتكررة على المقدسات، المسجد الأقصى، الخليل، وكذلك لتخفيف الحصار ولإخراج 6,000 من المعتقلين، منهم 400 امرأة وهناك أطفال لدى الكيان الصهيوني. فكانت هذه العملية التي زلزلت الكيان الصهيوني سياسيا وعسكريا وأمنيا واستخباراتيا مباغتة مفاجئة جدا، كانت صدمة للمجتمع الإسرائيلي ولإسرائيل ولمن يدعم إسرائيل، للولايات المتحدة التي ركنت إلى أن حليفتها أو وليدتها إسرائيل
باتت معززة وقوية ومحصنة بجدر من الحرب الإلكترونية ومن أدوات القتال، حتى أصبحت إسرائيل الدولة الرابعة في العالم تقريبا من القوة الجوية ومن القوة العسكرية. هذا الأمر جعل العدو الصهيوني يعني يريد أن يرد اعتباره، يريد أن ينتقم بهذه الوحشية، لذلك رأينا لا توجد حتى الآن حرب حقيقية ما بين العدو الصهيوني والمقاتلين في غزة ما عدا هذا اليوم. لذلك كان عبارة عن عملية إبادة جماعية تذكرنا بقصف الروس والنظام والإيرانيين على مدن السورية، تذكرنا نفس الصواريخ الفلوجة أيضا في العراق، والفلوجة في العراق، القصف الأمريكي وعلى العامرية وعلى كل هذه المناطق. اسمح لي أيضا نستمر في هذه التفاصيل أستاذ أحمد. دعنا نشرك أيضا أستاذ زياد النجد معنا، مرحبا بكم أستاذ زياد مجددا. إذا ما أهمية حياكم الله أستاذ زياد، ما أهمية هذا القرار إذا الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، طبعا توازيا مع إعلان الاحتلال ربما بدأ عملياته العسكرية فعليا البرية لنقول أيضا، وقد وصفت هذا القرار بالشأن؟ لا شك أن ما يفكر به الكيان الصهيوني هو استمرار العدوان على أهلنا في غزة واستكمال لنكبة فلسطين. يعني في عام 1948 سميناها بالنكبة ولم تكتمل أركان النكبة، لأن هنالك ما زال هنالك فلسطينيون يطالبون بحقهم، وفي هذه في هذا العدوان يريد الكيان الصهيوني أن يكمل أركان النكبة ويستولي على كل أرض فلسطين وطرد الفلسطينيين من أرضهم. بالنسبة للقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة، هو مشروع عربي لهدنة إنسانية، ومع الأسف هنا لابد أن أركز بأن هنالك دولتان عربيتان هم تونس والعراق. تونس بعيدة، ولكن العراق الذي هو ذيل من ذيول رأس المقاومة، إيران تدعي أنها هي رأس محور المقاومة والممانعة، ترفض الهدنة الإنسانية. يعني هذا أمر معيب ومشين، ويعني يفضح أساليب إيران وزيولها في المنطقة. هذه الهدنة الإنسانية يريد بها العرب العاجزون عن دعم الأخوة في فلسطين، يريدون أن يعني يعطوا من خلال هذا القرار بعض الشيء لكي يتنفس المدنيون من يعني القصف الصهيوني ويرتاح من قليلا من القصف الصهيوني، ولكن للأسف الكيان الصهيوني يرفض كل هذه القرارات ولا يعترف بهذه القرارات، والعالم كله معه للأسف. يعني الأساطيل الأمريكية والبريطانية وكل والفرنسية كلها أتت إلى الشرق الأوسط وإلى البحر المتوسط لمقاومة يعني كذا ألف من المقاومين الفلسطينيين. هذا أمر يعني لا يمكن تخيله. هنالك كما قلت لك في البداية، هنالك محاولة لاستكمال نكبة فلسطين والسيطرة على كامل الجغرافيا الفلسطينية. وللأسف العرب، وهنا لا أقول الشعب العربي إنما أقول الحكام العرب الذين هم بيادق لهذا الكيان الصهيوني، يحكمون بلادنا ويقتلون إرادة شعبنا في دعم إخوتهم. هؤلاء يعني هم سند للصهاينة، ويبدو أن إذا ما استمرت الحال على ما هي عليه يبدو أن أركان النكبة ستكتمل، وأتمنى أن لا تكتمل. نعم. طيب أستاذ حسان القطب أيضا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات في بيروت، بعد مرور كل هذا الوقت من عمر الحرب، هل لا يزال برأيكم يعني ينظر أو ينظر في هذا الداخل الصهيوني إلى قرار إنهاء حماس على أنه
هدف واقعي، مع أن الموقف العالمي لم يكن كما كان في ظل كل هذه المجازر والجرائم في غزة؟ تسمعني أستاذ حسان؟ سنعود إليك بعد قليل. إذن أستاذ أحمد، قبل قليل أيضا المتحدث باسم جيش الاحتلال ذكر وقال نحن نتقدم بمراحل الحرب وقواتنا دخلت إلى شمال غزة، وذلك في أثناء الليل كما قال الآن، وقد نقلت وكالة الأنباء ذلك أيضا. قال دخلت قواتنا في أثناء الليل ولا تزال في مواقعها. يعني برأيكم هل تمكن الاحتلال بالفعل من فرض هذه القيود وبالحصول على موطئ قدم حتى الآن؟ يعني بعد هذا القصف الجنوني الذي مارسه العدوان الصهيوني على غزة وعلى باقي المناطق، على بيت لاهيا، على جباليا، على مخيم الشاطئ، المغازي، رفح، خان يونس، تحركت قوات النظام قبل ذلك في يومين أو ثلاث في منطقة زيكيم شمالا وفي منطقة كرم أبو سالم قوة عسكرية يعني مدرعة، وكذلك معها جرافات وسلاح هندسة من أجل اختبار يعني أو تدقيق المهام العسكرية التي ينوي جيش الاحتلال الصهيوني القيام بها، أو ربما لفحص الخطوط الدفاعية لحماس أو لاكتشاف أماكن أطلاق الصواريخ أو مراكز السيطرة والقيادة التي تتمتع بها الحركة أو المقاومة الفلسطينية. اليوم هناك كان يعني هجوم من ثلاث محاور، من الشمال ومن الشرق، باتجاه بيت حانون، باتجاه بيت لاهيا، باتجاه المخيم البريج. هذه الهجمات فقط أعلن عنها العدو الصهيوني بأن هناك بعض النجاحات، ولكن المقاومة الإسلامية حماس تكلمت بكل صراحة بأنها دمرت أربع دبابات، وأنها أسرت عدد من المقاتلين الصهاينة ومنهم قائد قوة باتجاه التي كانت باتجاه البريج. إذا هناك معارك لا تزال بالفعل في منطقة بيت حانون وفي منطقة البريج حتى الآن، ولكن تحت يعني هذا التقدم العسكري لا أتوقع بأنه هجوم شامل، ولكن كانت إسرائيل تنوي من خلال هذا الهجوم كما أسموه الهجوم المتدرج، وهو الذي يقضي بأن تقوم بفتح بعض الممرات ومسك منطقة من الجغرافيا، وبالتالي تطوير الهجوم بقوة من قوات الاحتياط، لأن قوات الاحتياط لا تمتلك القوة الأساسية التي يمتلكها الجيوش العاملة، وهم يعلمون بأن يعني الجانب الآخر أو المقاومة الفلسطينية هي مقاومة مدربة بشكل جيد ومقاتلة، عدا عن ذلك تتمتع بروح قتالية عالية على عكس ما هو وضع الجنود الإسرائيليين المهزومين والمهزوزين، لذلك لا نراهم يتقدمون إلا مع الدروع وتحت غطاء وابل من الطيران ومن المدفعية. حتى الآن أتوقع بأن العملية العسكرية الإسرائيلية لم تنجح، وكل ما يصدر عن العدو الإسرائيلي يهدف إلى رفع الروح المعنوية للشعب الصهيوني الذي بدأ يعني يهاجر مرة أخرى، وكذلك للجيش الإسرائيلي الذي أصيب بأزمة كبيرة جدا نتيجة ما حصل في طوفان الأقصى في غلاف غزة. طيب، من هنا نعود مرة أخرى إلى أستاذ حسان قطب مدير مركز اللبناني للأبحاث والاستشارات من بيروت. تسمعني الآن جيدا أستاذ حسان؟ نعم تفضل. شكرا. إذن كنت قد قلت لك بعد مرور كل هذا الوقت من عمر الحرب، هل لا يزال ينظر في الداخل الصهيوني إلى قرار إنهاء حماس على أنه هدف واقعي، مع أن الموقف العالمي لم يعد كما كان في ظل هذه المجازر والجرائم في غزة؟ في الواقع بدأ التراجع الصهيوني عن هذا القرار، بدأ الحديث الآن عن إطلاق الرهائن أو الأسرى بالأحرى ليسوا رهائن، بدأ الحديث عن إنهاء هذا الملف، بدأ الحديث عن الهدنة الإنسانية
بدأ الحديث عن ضرورة النظر إلى مستقبل السياسي لقطاع غزة وكيف يكون مستقبل قطاع غزة سياسيا، هذا الحديث يدل على أن هناك تراجع حقيقي عن قرار سحق حماس أو القضاء على حماس، أن هذا غير ممكن لأنها حالة شعبية متجذرة ضمن المجتمع الفلسطيني، وبالتالي لا يمكن القضاء عليها إلا القضاء على الشعب الفلسطيني نفسه. هي حالة شعبية موجودة كما سائر حركات المقاومة الفلسطينية، بالتالي لا يمكن القضاء عليها، ممكن إضعافها، ممكن الحد من قدراتها، ولكن لا يمكن القضاء عليها، خاصة بعد هذه الجرائم الصهيونية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، حتى لا ننسى أو نتجاهل ما يجري في الضفة الغربية من جرائم يقوم بها المستوطنون وقوات الاحتلال الصهيوني. لذلك بدأت إسرائيل في مراجعة مواقفها والسقف السياسي الذي وضعته وهو القضاء على حركة حماس. حتى الولايات المتحدة بدأت تتحدث عن أن الهدنة الإنسانية أصبحت موضع اهتمام واحترام من قبلها وأنها مستعدة لدراستها. الوساطة التي بدأت تقوم بها قطر وتركيا وروسيا أيضا تتحدث عن إطلاق الرهائن وعن حل إنساني لواقع قطاع غزة ومستقبل المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. وبلينكن أيضا وزير خارجية أمريكا بدأ يتحدث عن حل الدولتين على أنه هو الحل الوحيد والأمثل لوقف الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما كان يتم تجاهله طوال السنوات. إذن هناك متغير كبير في السياسة الإسرائيلية والدولية أيضا بعد هذه المجازر، والتي الهدف منها كما يبدو هو الضغط على كافة الفصائل وبالتحديد حركة حماس للقبول بأي تسوية سياسية ممكن أن تضع حدا لهذا الإجرام المتنادي والذي يتم تجاهله من قبل المجتمع الدولي وخاصة من مجلس الأمن الدولي، حيث أن هذه الجرائم لم يتم التوقف عندها، لم يتم تحويلها إلى محكمة الجزاء الدولية. هناك أيضا تجاهل لعدد الأطفال الذين يتم قتلهم وسحقهم تحت الأبنية المدمرة من قبل الطيران الإسرائيلي. هناك دعم مطلق أمريكي وأوروبي وتجاهل دولي لما يقوم به العدو الصهيوني في قطاع غزة. إذن السقف الإسرائيلي بدأ يهبط قليلا عن قرار سحق حماس إلى البحث عن حلول لمشكلة قطاع غزة وعن الأمن الإسرائيلي مقابل قطاع غزة، استقرار قطاع غزة سياسيا وأمنيا أيضا، إضافة إلى البحث والحديث الجدي عن حل الدولتين لوقف هذا الصراع المستمر والذي سوف يستمر طالما أن لا حل للقضية الفلسطينية ولا حل لحقوق الشعب الفلسطيني في أن يعيش في دولة مستقلة، حياة كريمة لائقة، وأن يستعيد حقوقه التي تحاول إسرائيل إلغائها أو القضاء عليها. من هنا أستاذ زياد ننتقل إلى المواقف الدولية والإقليمية. بالنسبة للموقف التركي مثلا، الرئيس التركي صرح وقال وبشدة إن على الصهاينة أن يخرجوا فورا من هذه الحالة وأن يتوقفوا عن هذا الاعتداء الذي يشمل الأطفال والنساء والمدنيين عموما. ما أهمية هذا الدعم التركي برأيكم في لغزة وذلك بعد التحرك العربي في الأمم المتحدة؟ لا شك أن الموقف التركي وإصرار الرئيس أردوغان على أن يكون بجانب إخوته في فلسطين موقف جيد ويحسب له، وهو منسجم مع ما يؤمن به الرئيس أردوغان وما تؤمن به السياسة التركية في ظل رئاسة أردوغان. وهذا الأمر يعني كنت أتمنى أن يكون الموقف بعض الأقطار العربية كالموقف التركي على الأقل. هناك بعض الأقطار العربية يعني للأسف الشديد كانت مع الصهاينة قلبا وقالبا وكانت تتمنى أن تنتهي حماس وينتهي قطاع غزة وتستمر هذه الأقطار في التطبيع، ولكن للأسف الشديد أقول بأن الموقف التركي يعني كان جيدا وعكس بعض المواقف العربية ويحسب له ومنسجم مع توجهاته الدينية، ويعني وتركيا دولة إقليمية لها مكانتها، ولكن يعني دعنا نكون صريحين أن الكيان الصهيوني لا يمكن أن ينفذ إلا ما تتطلبه حالته. عندما المجتمع الدولي كله الآن متجه نحو الهدنة
وعندما يجد هذا الكيان أن هذه الهدنة تخدمه سيسير معها، عندما يجد أن ذلك ضد مصالحه يقف ضدها. هو يحاول قدر الإمكان أن يقوم في العفو. نعم، لا مشكلة، لا مشكلة أستاذ زياد. يحاول قدر الإمكان أن يعني ينهي المقاومة في غزة، ولكن الوضع الميداني بالنسبة له صعب جدا، وهذا الذي يجعله يتماهى مع الدعوات للهدنة الإنسانية وللتريث في الدخول. لو أنه استطاع أن يدخل إلى قطاع غزة وينهي المقاومة لفعل، ولكن الواقع غير ما يظنه الاحتلال الصهيوني. الموقف التركي جيد، وأتمنى من كل الدول العربية أن يعني تتعدى مواقفها، المواقف الكلامية، أن تسمح لمواقف أفضل من ما هي عليه الآن. هذا الأمر بالنسبة لي. من هنا أستاذ أحمد حمادة، من جملة أستاذ زياد قبل قليل قال الواقع على الأرض غير ما يتمناه الآن هذا الكيان المحتل بكل غطرسته وألاته العسكرية. برأيكم ما أهم وأبرز النقاط أو المواقع التي يعني تتوقع أن يزداد الضغط عليها في ظل هذا التعزيز غير المسبوق الذي نراه بسلاح المدفعية وبحرا وبهذه الطائرات الأمريكية أيضا؟ كيف تقرأ أيضا بالمقابل تعامل كتائب القسام في مواجهة هذا العدوان؟ يعني الجيش الإسرائيلي هو جيش كما قلت لك جيش كلاسيكي يقوم بالهجمات وفق خطط ووفق استراتيجية تقليدي نعم. فيريد الجيش الإسرائيلي من خلال الدعم الناري الكثيف الذي يمتلكه، وخاصة بعد تزويد الولايات المتحدة له بالراجمات الصواريخ الحديثة M270 التي تطلق 12 صاروخ في الدقيقة الواحدة، والتي بعيارات قوية جدا. يريد هذا الجيش أولا شل قدرة مقاتلي المقاومة الإسلامية عن العمل، كذلك يعني تدمير البنى التحتية، تدمير المراصد، تدمير الخطوط الدفاعية أو المواقع الأساسية بهذه الأسلحة الغبية، لأن لا يوجد سلاح ذكي كما لا يقولون. يوجد. نعم، لو كان هناك سلاحا ذكيا اليوم تكلموا بأنه استهدفوا قائد وحدة الدفاع الجوي وقتلوه عصام الركبي، فكيف يتم يعني البحث عن هذا الشخص وقتله واغتياله، ولم يستطيعوا تحييد المدنيين في قلب غزة وإبادة الأحياء بشكل كامل. صحيح. هذا هدف أولا. الهدف الثاني هم يريدون تدمير يعني قيادة الصواريخ التي يعني تقوم حتى الآن بالرشقات الكثيفة ضد تل أبيب وضد المستعمرات في غلاف غزة وفي كل مكان يعني يستطيعون حتى الآن. لذلك أرى أنا بأن المقاومة يعني كما يقال حساب الحقل ليس كحساب البيدر، هذا بالنسبة للجيش الإسرائيلي. فأتوقع بأن المفاجآت عديدة، وخاصة بأن المقاومة الفلسطينية تقاتل بطريقة مختلفة عن الجيش التقليدي الإسرائيلي. هي تقاتل بطريقة حرب العصابات، نصب الكمائن، وكذلك القيام بإغارات عديدة، و كل هذا يكون تحت الأرض. يعني هناك ما يتحدثون عنه مترو غزة بحدود 500 كيلو متر من الأنفاق ومن الفتحات ومن المواقع التي يتم إطلاق النار على الدبابات وعلى عناصر العدو. اليوم هناك تدمير الدبابات، 4 دبابات ميرجافا، وترك عناصرهم الذين نجوا من الموت في العراء. لم تستطع الطيران الإسرائيلي من القيام
ضرب هذه القوات المدافعة، لأن الالتحام ما بين القوة المدافعة والمهاجمة تعمد إلى إسرائيل إلى تعطيل القوة الجوية، يعني لا يمكن أثناء التحام القوات أن تكون هناك قوات جوية تقوم بالقصف. لذلك رأينا بأن الطائرات الأباتشي هبطت ونقلت عدد من جنود الاحتلال القتلى والجرحى والذين فقدوا دباباتهم. حتى الآن لا أتوقع بأن حماس استخدمت ما لديها من مفاجآت أو من قوات دفاعية، وخاصة ضد المدرعات، لأنها تمتلك العديد من المفاجآت، تمتلك أسلحة الميمدال مضادة للدروع مثل صواريخ الكورنيت، قذيفة الياسين التي تم تطويرها ولم يكشف عنها، كذلك هناك صواريخ مختلفة وألغام، وخاصة لو نظرنا إلى المعارك السابقة في 2020 وفي 2016 و14 رأينا كيف أن الجنود الإسرائيليين انسحبوا بدباباتهم من محيط المنطقة غزة وانسحبوا خارجا لأنهم لم يستطيعوا أن يكملوا وأذعنوا للمقاومة الفلسطيني. فكيف اليوم مع هذه الإنجازات وهذا التطور النوعي في الاستخبارات وفي المعلومات وفي الأسلحة لدى المقاومة الفلسطينية ستكون مفاجأة كبيرة للجيش الإسرائيلي، ولذلك إذا حاول التوغل أكثر يعني. لذلك لا أرى بأن الجيش الإسرائيلي يخطط للتوغل النهائي أو لكامل قطاع غزة، هو ربما يستخدم هذه المجموعات التي تقوم ب أو هذه المحاور في الشمال، إذا تم نجاح أحد هذه المحاور بالنسبة للعدو الصهيوني يستطيع أن يدفع بقوات إضافية ربما لقسم غزة إلى عدة مناطق، يدخل في قسم معين ثم يدخل في قسم آخر من أجل ذلك. ولكن عندما تفشل هذه العملية يقول بأننا لسنا في صدد الهجوم الواسع، نحن بعملية عسكرية ويلتفت إلى شيء آخر. أتوقع يعني أن العدو الصهيوني عندما يقوم بهذه العمليات تسمى استطلاع بالقوة. هذا الاستطلاع بالقوة العسكرية، تستطيع هذه القوة أن تتقدم وتسيطر على منطقة معينة وتنشر أجهزتها وتنشر يعني ما لديها من إمكانيات لمعرفة مواقع السيطرة، مواقع الأسرى، مواقع إطلاق الصواريخ، رشقات الصواريخ التي تؤرق الشعب الإسرائيلي والساسة والقياديين والعسكريين الإسرائيلي، أنهم لن ينعموا نهائيا من إيلات وحتى رأس الناقورة. دائما هذه المنطقة تتعرض للقصوفات وللهجمات من قبل المقاومة الفلسطينية. من هنا أستاذ حسن القطب نسأل أيضا، نبقى في الشأن الإقليمي والعربي، ماذا عن احتمالات دخول الأردن ومصر على خط المواجهة اليوم برأيكم في ظل هذه الاستفزازات للاحتلال، الاستفزازات المتواصلة التي تريد أيضا تغيير وجه المنطقة؟ تغيير وجه المنطقة عنوان طرحه نتنياهو في اليوم الأول لاندلاع المواجهات في 7 من شهر أكتوبر تشرين الأول، وهذا التغيير لا نراه في على حدود الأردن ولا نراه في غزة، بل نراه في لبنان، لأن الحضور الإيراني في لبنان بالغ الخطورة بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة للمجتمع الدولي والعربي أيضا. وجود حزب الله بهذه القوة المسلحة التي تعطل الحياة السياسية والأمنية والاقتصادية في لبنان، ووجود حزب الله الذي تستخدمه إيران لتهديد الاستقرار في المنطقة إن كان في سوريا أو العراق أو اليمن وحتى لإسرائيل، هذا الشأن هو الذي يعني إسرائيل الآن بتغيير وجه المنطقة. لذلك لا خطر من اندلاع أي مواجهات على حدود الأردن، رغم أن إسرائيل قد حشرت بعض قواتها هناك بهدف حماية حدودها الطويلة بين الأردن والضفة الغربية. كذلك هناك الواقع الذي نشهده في غزة الآن. الواقع غزة الآن هذا الهجمات الإسرائيلية الدموية التي تهدف إلى تدمير أقصى ما يمكن من البنية التحتية، الضغط على المواطنين في غزة للضغط على حماس من أجل وقف مواجهتها وقبول بأي تسوية أو هدنة أو مصالحة أو أي شيء من أشكال التسويات السياسية. ثالثا احتلال إسرائيل لجزء بسيط من غزة مع الشريط الحدودي، الهدف منه كما جرى في لبنان عام 2006 هو القبول بوجود قوات دولية تعزل ما بين
غزة وإسرائيل وحدود الإسرائيل أو حدود فلسطين المحتلة. لذلك الوجود الإسرائيلي الآن ضمن هذه المنطقة البسيطة من حدود غزة هدف منها تثبيت حضورها ودورها، وبالتالي أي معادلة جديدة في المنطقة سوف تكون على أساس وجود قوات دولية فاصلة أو عازلة تفصل ما بين غزة وما بين فلسطين المحتلة. ونعود إلى الشأن اللبناني، نقول أن توفير أي مواجهة في لبنان إنما يعود بالكيان الصهيوني الذي هو يحاول الآن يعني ملاحظة ماذا يجري على الحدود اللبنانية، مراقبة قدرات حزب الله وأي فصيل مقاوم آخر على الحدود اللبنانية، وقد يندل هذا تندل هذه المواجهة في أي لحظة، لأن تغيير الواقع اللبناني سوف يؤثر سلبا على المشروع الإيراني في المنطقة، خاصة أن إيران أعطت أكثر من إشارة وملاحظة لأنها غير معنية بهذه المواجهة، باستثناء إقامة مظاهرات أو اعتصامات أو إصدار بيانات. وعبد اللهيان في الأمم المتحدة قدم نفسه وسيطا عندما تحدث عن موضوع الأسرى، عندما قال أن إيران مستعدة لاستقبالهم وبالتالي تسليمهم للجهات المعنية. فإذا الضعف الإيراني، ضعف موقف محور إيران في المنطقة، والمناوشات المحدودة التي يقوم بها حزب الله على الحدود اللبنانية، والمناوشات التي تجري مع القوات الأمريكية في سوريا وفي العراق، لا ترقى إلى مستوى حرب أو إعلان حرب أو حتى توسيع جبهة المواجهة. لذلك يبقى لبنان عرضة لمواجهة حقيقية ولحرب حقيقية تقوم بها إسرائيل وحلفائها، الولايات المتحدة والدول الغربية التي حشدت كل هذه الأساطير والقدرات العسكرية. لا أظن أن هذه القدرات هي ما تم حشدها من أجل غزة أبدا، بل هي قضية أكبر لمشروع أكبر في المنطقة يبدأ من لبنان وقد ينتهي في سوريا والعراق. أيضا من الأخبار التي تريدون الآن، سرايا القدس تعلن الآن استهدفنا حشود العدو في منطقة كسوفيم بصلية صاروخية. أستاذ زياد، إلى أي مدى يمكن أن نقرأ في تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة تحولا ربما في الموقف الأممي ليكون أكثر فعالية، لنقل أكثر جرأة في الموقف الإنساني تحديدا؟ يعني عندما نتحدث عن الأمم المتحدة نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الأخرى، يعني إذا استثنينا روسيا. فعندما تقرر هذه الدول شيئا فهو الذي سيمشي وسيمرر من خلال الأمم المتحدة، أما الدول الأخرى فهي عبارة عن رقم في الأمم المتحدة. وعندما تتوفر الإرادة لدى هذه الدول الفاعلة في الأمم المتحدة يتحقق ما تريده. الآن يتكلمون عن الهدنة الإنسانية، يتكلمون عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مع مراعاة القانون الإنساني والقانون الدولي، ويعني هذه الأمور كلها الآن أصبح الكثير من الدول وخاصة حتى أمريكا تتكلم عن مراعاة القانون الإنساني والقانون الدولي في تصرفات الكيان الصهيوني، ولكن الكيان الصهيوني يحقق ما يريد ودون أن يعبأ بأي تصريح أو أي موقف دولي آخر، مصلحته فوق كل المصالح. ولو كانت الظروف في غزة تسمح له بتحقيق ما يريد، ومع أنه يعني يرتكب هولوكوست بحق الفلسطينيين، فسيفعل ولا ينتبه ولا يعطي حسابا لأي دولة من دول العالم. ما نراه الآن في الأمم المتحدة نتيجة الخسائر، يعني هنالك أكثر من 7500 شهيد فلسطيني، نحو 20,000 جريح، والدمار والخراب الهائل في البنى التحتية ونتيجة القصف الصهيوني. فهذا أمر يعني تتناقله وسائل الإعلام وهو عار في جبين الإنسانية، هذه المجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني. لذلك هذه الدول تقول بأن على الكيان الصهيوني أن يلتزم بالقانون الإنساني والقانون الدولي، ولكن ما يقوم به الكيان الصهيوني هو يعني شيء يريد أن يحققه ولن يلتفت إلى ما يقوله العالم. هذه الدول يعني
تتماشى وتتماهى مع مصلحة الكيان الصهيوني كما ذكر الأستاذ حسن. يعني عندما أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية كل هذه الأساطيل، لماذا؟ من أجل يعني كذا ألف من المقاتلين الفلسطينيين؟ لا، هنالك مصلحة في تحقيق شيء يخدم الصهاينه، والعرب آخر من يفكر بمصلحتهم، لأن الحكام العرب لا يفكرون بمصلحتهم حتى يفكر العالم بمصلحتهم. فهذا أمر يعني يتوقف على ما يريده الصهاينة. ما يريده الصهاينة يتماهى معه الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وهو الذي سيتحقق لغياب إرادتنا العربية. أستاذ أحمد حمادة، الآن سرايا القدس أعلنت استهدافها حشود العدو في منطقة كيسوفين كما قالت بصلية صاروخية، على ماذا يدل ذلك في ضوء تطور مجريات المعركة الآن بين الجانبين؟ يعني المقاومة الإسلامية أو تريد أن تقول للعدو الصهيوني وللعالم بأن كل هذا القصف وهذا العمل البري الذي تنوون القيام به من أجل منع الصواريخ من الانطلاق باتجاه كيسوفيم أو تل أبيب وعسقلان وكل هذه المناطق، هي حتى الآن هذه المنظومة لم تتضرر، هي في مأمن، وأن المقاومة ما تمسك في الزناد وتستطيع أن تقوم بما يتوجب عليها. إذن لأن هذا الدخول الإسرائيلي اليوم هو بهدف كشف أماكن السيطرة والقيادة للصواريخ ومن أين الأنفاق وكل هذا الأمر، يعني هو استطلاع وبالتالي يتم تطويره إلى هجوم إذا نجح. لذلك هذه الصليات اليوم المترافقة، بالأمس كان هناك رشقات كما كذلك من الصواريخ تقول للعدو الإسرائيلي بأننا نحن جاهزون وأن منظومتنا الصاروخية لم تتأثر. يعني كل هذا عفوا الاستخبارات العسكرية للاحتلال لا تستطيع هذه التحركات أن تكتشف أماكن إطلاق هذه الصواريخ. يعني هم يريدون ذلك، وأتوقع بأن المعلومات التي يحصل عليها العدو الإسرائيلي ربما تكون تصلهم للتضليل، لذلك نراهم بأنهم يقومون بهجمة من هذا المكان ويفشلون في تحقيق الأغراض، وهذا يعني فشل أمني وفشل استخباراتي جديد للعدو الصهيوني، يضاف إلى الفشل الذي كان في 7 أكتوبر يوم بدء طوفان الأقصى. في مثل هذه الأحوال عفوا كيف تكون عملية إطلاق الصواريخ؟ هل هي متحركة في أماكن مختلفة لكي لا تكشف يعني عسكريا؟ كل صاروخ له يعني له أسلوب إطلاق وفق وزنه وفق طوله وفق المكان المخزن. هم يتم إطلاقهم عن طريق إما عربات متحركة داخل الأنفاق تضرب الصواريخ وثم تنتقل كراجمات الصواريخ التي نعرفها في الجيوش كالصواريخ مارس أو M270 الأمريكية أو حتى راجمات الصواريخ M22 الكاتيوشا المتواجدة في المنظومة السوفيتية. هذا واحد. اثنين، الصواريخ الأثقل يتم تجهيز قطار لها، يعني على سكة حديد، هذه سكة الحديد يتم التحرك كذلك نفس الأسلوب العربات التي تطلق الصواريخ، ومن ثم يطلق الصاروخ ثم تعود العربة إلى الأماكن الأخرى. كذلك الدبابات والمدفعية والهاونات تتحرك لدى كل سلاح من هذه الأسلحة عدة مرابط للرمي، مربط حقيقي ومرابط حقيقية ومرابط تمويهية تقوم بالتمويه، فيتم ضرب القذيفة أو الصاروخ حتى يعني تحتاج إلى وقت لكشف مكان خروج هذه القذيفة أو هذا الصاروخ، ومن ثم يتم التعامل معها.
تكون في هذه الأثناء قد غيرت أماكنها إلى أماكن أخرى. لذلك تذكرنا هذه العمليات في قلعة أرنون الشقيف في 82 عندما كان بحدود 30 من المقاتلين الفلسطينيين الذين واجهوا لواء كامل للجيش الإسرائيلي وهم يحسبون أنه عدد كبير جدا، وإذ هم بضعة مقاتلين يقاومون بهذه الطريقة في قلعة الشقيف أرنون في جنوب لبنان في 82. نعم. من هنا أستاذ حسان قطب، هل يمكن أن يكون ما يجري الآن يرتبط بمبدأ التحاور بالنار إنجاز التعبير من جانب الاحتلال، لأنه يبدو أنه أدرك أنه قد أخفق في أن تكون المفاوضات ناجحة بشأن الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية؟ لقد سنحت لإسرائيل فرصة لم تتكرر، وهي التطبيع مع بعض الدول العربية. لكن إسرائيل اعتبرت، وبعض قادة إسرائيل اعتبروا، أن هذا ليس تطبيعا بل استسلاما. أمريكا تريد من إسرائيل أن تكون جسما مقبولا في العالم العربي والإسلامي، ولكن العقيدة الصهيونية، العقيدة التلمودية التي يعتنقها قادة إسرائيل، وهذا ما صرح به نتنياهو وغيره بشكل صريح وعلني، أنهم هم الأقوى وهم شعب الله المصطلح، لذلك تعاملوا مع هذا الواقع الجديد على أنهم الأقوى وهم الذين يستطيعون فرض شروطهم، وأن هذا التطبيع كان استسلاما وليس تطبيعا. لذلك معركتنا الآن مع هذا الكيان هي معركة صمود. ما قامت به القوى المقاومة، قوى حماس وسائر الفصائل في غزة وفي الضفة الغربية، إنما هي تعبر عن أن هذا الشعب لم يستسلم، العالم العربي والإسلامي لم يستسلم، وأن ما قامت به هذه الأنظمة العربية من تطبيع أنما هو تطبيع رسمي لا علاقة لنا به كشعوب. ومعركتنا الآن مع هذا الكيان هي معركة صمود، صمود في أن نتحمل الخسائر البشرية، الخسائر المادية، أن نتحمل كل هذه المعاناة لنقول أننا أصحاب الأرض، أصحاب القضية، وأن قضيتنا قضية محقة، وأن كل ما يقوم به هذا العدو الصهيوني رغم كل الدعم الدولي الذي يرعاه ويقدم له التغطية السياسية والإعلامية والإنسانية، الكل يتجاهل الجرائم والمجازر. لذلك صمودنا الآن وصمود شعب فلسطين بالتحديد في غزة وفي الضفة الغربية وهذه التضحيات الجسيمة التي قدمها تؤكد لنا أن معركتنا مع هذا الكيان هي معركة طويلة، وأن صمودنا سوف يؤدي إلى تغيير مفهوم العالم لهذا الكيان، وخاصة هذا ما قاله أمين عام الأمم المتحدة، أن التاريخ لن يرحم من قام بهذه المجازر، لأن اليوم هناك أرشيف يتم أرشفة كل ما يتم من جرائم ومن قتل وقطع الإنترنت وشبكات الهاتف وغيرها، لن يؤثر سلبا، بالعكس سوف يزيد من قلق المجتمع الدولي. أنا أتكلم عن الحالة الإنسانية في المجتمع الدولي وليس عن الأنظمة الدولية التي تتحكم بالقرارات والمسارات. هذا المجتمع العالمي سوف يرى حقيقة هذا النظام، حقيقة هذا الكيان المغتصب الذي يقدم نفسه على أنه ضحية، بينما هو في الواقع هو ظالم ويقتل البشر بدون استثناء، لا يفرق بين مسلم ومسيحي، بين عربي وغير عربي، إنما يريد الاستيلاء على الأرض والثروات، أن يتحكم ليس بمصير المنطقة ولكن بمصير العالم بأسره، الذي جاء مسخرا لخدمته ولحمايته ولتأمين استقراره على حساب دمنا وشعبنا وأرضنا وحقوقنا. لذلك معركتنا الآن هي معركة صمود، وإسرائيل تدرك الآن أنها عاجزة عن الاحتلال، وإذا احتلت عاجزة عن ضمان الأمن والاستمرار في الاحتلال. لذلك البحث عن حل سياسي ولو محدود إلى حد ما، هذا سيكون المدخل الأساسي للمرحلة المقبلة التي سوف نشهدها كما أظن قريبا جدا. من هنا أستاذ زياد، يعني إلى أي مدى يمكن أن نقرأ في تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة، كما قلنا، تحولات أكثر جدية في هذا الموقف الإنساني؟ وحتى برنامج الأغذية العالمي يعني قال نحن أمام نقطة تحول بشأن غزة ويجب أن تسود الإنسانية. هذه المنظمات، ما جدوى المناشدة في هذه المناشدات في نجدة أهلنا سكان غزة الذين هم بحاجة ماسة لنجدتهم الآن في ظل ما يعانون؟ يعني عندما يتكلم الأمين العام للأمم المتحدة عن هذا الوضع وعن ضرورة التدخل من أجل مساعدة وإغاثة أهلنا في غزة، المهم يعني كيف
إذا استجابت هذه المنظمات، المهم كيف تصل هذه الإغاثات إلى الأرض المحتلة، إلى قطاع غزة. نحن نعلم أن القطاع ضيق، والقطاع يعني الآن كله تحت تهديدات أو القصف الصهيوني، ولا يوجد ممرات، يعني ممرات هنالك معابر مع هذا القطاع من قبل مصر، ومصر كما لاحظنا هنالك كانت مئات الشاحنات تنتظر الدخول إلى معبر رفح من أجل الدخول إلى قطاع غزة، والكيان الصهيوني يرفض فتح المعابر، وانتظرت السيارات والشاحنات أيام حتى سمح لها الكيان الصهيوني بالدخول. إذا ما فائدة هذه الدعوات الإنسانية ودعوة المنظمات للإغاثة في أهلنا إذا لم يوافق الكيان الصهيوني على دخولها؟ هذا الأمر مرتبط بإرادة الكيان الصهيوني، للأسف هو المسيطر في المنطقة. يعني كما رأينا مصر على طول الحدود وتحاول منذ البداية أن تدعم أخوتنا في غزة، ولكن هذا يتوقف على إرادة الكيان الصهيوني. إذن هنالك إرادة دولية، ولكن هذه الإرادة الدولية معطلة نتيجة الموقف الصهيوني، فهو يريد أن بقدر الإمكان أن يقتل أهلنا في غزة، سواء بالرصاص وبالقنابل أو بقلة الغذاء، وكما لاحظنا حتى الخدمات الإنسانية الأخرى، قطع الإنترنت، قطع الكهرباء، ومنع كل الأغذية والوقود عن الوصول إلى غزة. هذا أمر يا عزيزي يعتمد على مواقفنا نحن العرب. لو كان هناك إجماع عربي على الوقوف إلى جانب أهلنا في غزة وفي فلسطين بشكل عام، لما استمرت القضية الفلسطينية بهذا الشكل. أنا قلت في البداية أن هذا العمل يريد أن يكمل أركان النكبة في فلسطين، ويحاول الكيان الصهيوني بمساعدة الأنظمة العربية أن يكمل أركان النكبة. الأنظمة العربية تريد أن تنتهي من قضية فلسطين، وتريد أن تزيح هذا الهم عن قلبها، وينتهي الصراع الفلسطيني الصهيوني لكي ترتاح هذه الأنظمة. أما الشعب العربي، فالشعب العربي دائما وأبدا إلى جانب حق إخوتنا في فلسطين من أجل إقامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة بإذن الله، وهذا لن يكون بعيدا، وسيكون بعد أن نتخلص من هذه الأنظمة التي يعني جسمت على صدور شعبنا من أجل قتل إرادته ومنعه من لعب دوره الوطني والقومي. أستاذ أحمد حمادة، بخصوص الضربات أو الغارات الأمريكية على مواقع في سوريا، هل يمكن أن يمثل ذلك رادعا لإيران وأن يردعها من المشاركة في هذه الحرب؟ كما تعلم إيران لديها تحالف مع نظام بشار الأسد والميليشيات في المنطقة عموما، هل يمكن أن تكون هذه الضربات رادعة لذلك؟ يعني أتوقع بأن كلا الطرفين، الولايات المتحدة وإيران وديولها في المنطقة من بشار الأسد والحشد في العراق وكذلك حزب الله في لبنان والحوثي، هم لا يريدون معركة أو إنجاز معركة بين الطرفين. وكل ما تتكلم عنه إيران، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، هو عبارة عن بروبوغندا إعلامية تريد أن تحصد بعض المكاسب من ورائها. ومعركة طوفان الأقصى ووحدة الساحات ووحدة الجبهات قد كشفت هذا الخداع بشكل كبير، كشفت لكل يعني شخص كان مغير، يعني كما يقال ذاب الثلج وبان المرج. صحيح. لذلك أرى أنا بأن الولايات المتحدة لها قدرات عسكرية هائلة، لقد جلبت المدمر حاملة الطائرات إيزنهاور وجلالد فورد والمدمرة يعني إس إس كارني وعدد كبير من الأسلحة. هل من
من باب الاحتياطات كل هذه يعني أتوقع الحشود. بأن الولايات المتحدة هي تريد أن تضبط إيقاع العسكري في هذه المنطقة، لا تريد لأحد أن يتغول. إيران لا تريد لحزب الله أن يدخل المعركة. لماذا؟ لأنها أولا تريد أن يبقى حزب الله مسيطرا ويحتل القرار اللبناني ويحتل الدولة اللبنانية، وبالتالي ينصب غدا من يريده رئيسا للبنان. كذلك الحوثي الذي هو مسيطر في هذه المنطقة لا تريد الانجراف ولا هو في هذا الصدد. لذلك إيران تريد المكاسب السياسية، تريد كما تفضل أحد الضيوف بأنها أصبحت اليوم وسيطا، تريد أن تطلق نفسها وسيط وراعي سلام. ومنذ اليوم الأول الرئيس بايدن وكذلك الخامنائي تكلما تقريبا بنفس اللهجة، بأن بايدن قال بأن إيران هي ليست معنية في هذا الأمر الذي حصل في غزة وليس لها يد في ذلك. كذلك الخامنائي قال نحن لا نعلم كيف حصل الأمر ولا نخطط ولا نشارك ولا هذا. إذن هم يبتعدون بشكل ما. والضربات التي حصلت بالأمس الأمريكية في منطقة البوكمال ومنطقة الميادين هي عبارة عن ضربات روتينية تنفذ بعضها إسرائيل وبعضها الآخر تنفذها الولايات المتحدة. يعني ليست جديدة، هي ضد مستودعات عسكرية للميليشيات الإيرانية. كذلك المقاومة، ما يسمى المقاومة الإسلامية ضد الوجود الأمريكي التي قامت بضربات في حقل الكونيكو، في حقل العمر، في خراب الجير، في منطقة الحسكة، في التنف. اليوم هناك ضربات أو طيران مسير في التنف. لذلك على الحدود العراقية السورية، على الحدود العراقية عند معبر الوليد. التنف هو نقطة التقاء الحدود السورية العراقية الأردنية. أقيمت هذه القاعدة تضم قوات التحالف الدولي ومن الولايات المتحدة، كذلك تضم مجموعات من المعارضة السورية، ما يسمى جيش سوريا الحرة. هي موجودة في هذا المكان من أجل استكمال القتال ضد تنظيم داعش، وربما كما أحد يعني تكلمت بعض المصادر لقطع الطريق الإيراني. ولا أتوقع ذلك، لأن هناك تفاهمات ما بين إسرائيل وما بين إيران لا نتجاوز إذا تكلمنا هذا بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة والأنظمة الوظيفية في المنطقة. إذن مشاهدينا الكرام مستمرون معكم في هذه المتابعة، فاصل ونواصل. حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد وضواحيها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Yaşadığı şoku bahane ederek Filistinli kardeşlerimize yönelik acımasız bir katliam gerçekleştiriyor. De la ministre de l'Intérieur et de la secrétaire d'État en charge de l'égalité des chances. Displacement of Palestinian people. The two-state solution is a mirage. Hemos conocido que Netanyahu ha declarado non grata a las Naciones Unidas en Israel. Eso significa. Wrong. Like this. That are thrown at Israelis in their cars and on buses. More than 1 million people to evacuate to the south, where there is no shelter, no food, no water, no medicine, no مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايلسات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي. كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي. مشاهدينا الكرام، تعرض موقعنا الإلكتروني إلى الحظر في عدد من المحافظات العراقية من قبل الحكومة ببغداد. ولمن يود تصفح الموقع وتجاوز هذا الحظر يرجى اتباع ما يلي. مرحبا بكم إذن مجددا مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة الإخبارية المستمرة بشأن معركة طوفان الأقصى والعدوان الصهيوني المتواصل على غزة في ظل توسيع الاحتلال لعملياته العسكرية البرية، وهذا القصف العنيف المتواصل على غزة مع قطع الاتصالات أيضا وجميع خدمات الانترنت، في حين تخوض حركات المقاومة كافة ولا سيما كتاب القسام اشتباكات عنيفة للتصدي للاحتلال في غزة للتصدي لبدء عمليات التوغل البري. نرحب بدءا بضيفنا هاتفيا السيد ماهر حجازي. مرحبا بكم استاذ ماهر معنا. الله حياكم الله. أستاذ ماهر، يبدو أن الاحتلال أمام كابوس كبير، يعني هل فتحت حماس أبواب الانتفاضة الثالثة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل هذه التطورات؟ عن بداية تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني حقيقة منذ أكثر من 20 يوم وهذا الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على شعبنا الفلسطيني داخل قطاع غزة، آلاف الشهداء، آلاف الجرحى، آلاف المفقودين.
وما شهدناه في الليلة الماضية من اشتداد للقصف العدواني الإسرائيلي على شعبنا داخل قطاع غزة، حقيقة يعني اليوم ليست انتفاضة. شعبنا الفلسطيني يعني لم تنم من يزعم يعني 48 وهو يناضل ويكافح لأجل استعادة حقوقه، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف منذ 75 عام عن العدوان على شعبنا الفلسطيني. وهذه المعركة اليوم يعني ما قامت به المقاومة الفلسطينية وأيضا هذا العدوان الإسرائيلي على شعبنا داخل قطاع غزة يعني هو يأتي في إطار الدفاع عن شعبنا الفلسطيني والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأيضا الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية داخل فلسطين. ما شهدناه من مقاومة هو رد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، رد على الانتهاكات التي يقوم بها هذا الاحتلال ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، رد على العدوان الإسرائيلي وسياسة التهويد ضد المقدسات الإسلامية المسيحية وخاصة المسجد الأقصى المبارك، وأيضا ردا على اعتداءات المستوطنين. وبالتالي شعبنا الفلسطيني الآن يدافع عن القدس، عن المسجد الأقصى المبارك، عن حقوقه المشروعة ضد التهويد، ضد الاستيطان، ضد حصار قطاع غزة. غزة محاصرة منذ أكثر من 17 سنة، ظروف إنسانية صعبة يعيشها القطاع في ظل هذا الحصار الإسرائيلي المفروض. وبالتالي شعبنا الفلسطيني الآن يدافع، يرفض هذا الحصار ويدافع عن حقوق المشروع للشعب الفلسطيني. ما يشهده قطاع غزة وفي ظل التحذيرات الدولية أن الاحتلال يرتكب مجازر وجريمة إبادة بحق شعبنا الفلسطيني داخل قطاع غزة، حقيقة يعني بالأمس ربما يعتبر هو من الليلة الماضية هي من أشد يعني الليالي على قطاع غزة في ظل هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل. ابتداء يعني عندما بدأ المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالحديث عن مشفى الشفاء، وبالتالي هنا بدأنا نتحدث عن أن هناك نوايا إسرائيلية خبيثة لقصف مجددا للمشفى، مشفى الشفاء، بعد أن قام قبل أيام في ظل هذا العدوان بقصف المشفى المعمداني والذي راح ضحيته المئات من المدنيين. وبالتالي بدأ الاحتلال الإسرائيلي يعني يروج لهذه الأفكار لموضوع قصف المشفى، أيضا من ثم قطع الاتصالات الإنترنت وأيضا شبكة الاتصالات مع قطاع غزة. يعني حتى هذه اللحظة هناك انقطاع بشبكة الإنترنت داخل قطاع غزة، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي بدأت المخاوف أنه يريد أن يرتكب مجزرة أيضا جديدة مروعة داخل قطاع غزة. بالفعل أستاذ ماهر، حتى قبل أقل من ساعة هناك أيضا قصف حول غلاف المستشفى كما ورد من أنباء. نعم بكل تأكيد، يعني أيضا بالأمس يعني القصف الإسرائيلي في ظل التعتيم الإعلامي لنقول ما يراد الاحتلال الإسرائيلي أن يكون هنا أن تمر هذه الجريمة من دون تركيز من قبل وسائل الإعلام، من دون أن نسمع صوت وأن نشاهد مشاهد القصف والدمار. وبالتالي هو أيضا قصف في مناطق شمال قطاع غزة فيما يتعلق في المشفى الأندونيسي، وسقطت بعض القذائف داخل المشفى. وأيضا يعني قبل قليل كانت تتحدث وسائل الإعلام عن انتشار 42 جثة من شهداء أبناء شعبنا غالبتهم من الأطفال والنساء في القصف الذي شهده بالأمس يعني مناطق شمال قطاع غزة. وأيضا يعني قطع الإنترنت والاتصالات عن قطاع غزة هذه رسالة إسرائيلية أنه يريد أنه ارتكب مجزرة بحق أبناء شعبنا، مجزرة جديدة، ولكن يريد أن تكون نعم. أيضا أريد أن أسألك أستاذ ماهر حجازي الكاتب والصحفي الفلسطيني، الكيان الغاصب وصف تقريبا 120 دولة دعت طبعا إلى إيقاف إطلاق النار في غزة، وصف ذلك بالدناءة، وأنت صحفي إلى أي مدى من خلال هذا التصريح تجد أن هذا الكيان كان الاحتلال فقد جزءا من الدعم الدولي بعد التحرك العربي في الجمعية، وإن كان خجولا في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ أستاذ ماهر هل تسمعني؟ إذن أستاذ حمادة، أستاذ عبد الله سلمان الآن معنا الكاتب والباحث السياسي من كوبنهاجن، مرحبا بكم أستاذ عبد الله. يعني حياكم الله. منظمة هيومان رايتس ووتش وكذلك منظمة العفو الدولية حذرتا من أن قطع الاتصالات عن غزة ولا سيما خدمة الإنترنت، كما تعلم نحن اليوم في اتصال مباشر لحظة بلحظة، كل ذلك يهدد بإخفاء
جرائم جماعية وفضائع ومجازر أو ما تسمى جرائم حرب بالفعل، إلى أي مدى يؤكد ذلك أن الاحتلال يتحرك بهذا الشكل بضوء أخضر أمريكي ولا يفرض على هذا الكيان أي قيود في أثناء عملياته العسكرية وقصفه المتواصل على غزة وقطع الإنترنت ووسائل الاتصال لإخفاء هذه الأدلة للانتهاكات لحقوق الإنسان؟ نعم تفضل. لمدة 75 عام كل العالم الغربي وأمريكا تقف مع هذا الكيان ضد الشعب الفلسطيني وضد الشعب العربي، وهذه ليست الجريمة الأولى ولا الجريمة الثانية التي يسكت عنها ويشجعها النظام الإمبريالي العالمي الأمريكي. فأمريكا هي جزء شريك أساسي في هذه الجريمة وفي كل الجرائم التي مورست على الشعب الفلسطيني. فلا ننسى بعيدا، يعني ليس ببعيدا عن التاريخ، هو مجازر الصرب ضد المسلمين حيث قتل 300,000 مسلم واغتصبت 60,000 امرأة، كل والمساجد وكل الأسس التاريخية لهذه البلدان تمت تصفيتها بموافقة ورضا الغرب ورضا أمريكي. فهذه الجرائم ليست غريبة على العالم الأوروبي والأمريكي والسكوت عنها. هذه الوصمة العار في جبين الإنسانية اليوم ما يجري في غزة، قطع الإنترنت الذي يدعونهم أنه هو بداية الحضارة الجديدة للمجتمعات يقطع عنهم التواصل، هو لإخفاء الجرائم، لكنه الجرائم واضحة من شدة القصف والقتل والتدمير والسكوت، يعني حقيقة السكوت العربي المخجل يعني عن هذا الجريمة. لا أحد يقدم شيء إلى الشعب الفلسطيني سوى خطابات خجولة. هذه هي الجريمة الكبرى بحق الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني اليوم يعاني من حالة فريدة في التاريخ، أن كل العالم وكل الغرب الذي يدعي الحضارة ويدعي الإنسانية ويدعي، يعني قبل أيام دوشتنا الإعلام الغربي ب ضحايا الأوكرانيين من الهجوم البربري الروسي ووقفت كل الإعلام أن هذا الهجوم البربري ولم يقتل منهم ولم تضرب كييف ولم تضرب أي المدن الكبرى، ولكن اليوم يعني لا يوجد عقل يستقبل ما يجري اليوم في غزة. غزة اليوم 80% من البنايات تم تهديمها اليوم، لو يعني هذه هي النظرية الصهيونية التي أسست. هذه الازدواجية، عفوا أستاذ سلمان، يعني يشاهد العالم بصمت هذه الازدواجية، خصوصا الغرب وسائل الإعلام لنقل الحرة. هناك ربما بعض الأصوات نسمعها من الغرب تكشف هذه الازدواجية، ولكنها تبدو مغيبة في ظل هذه الماكينة الإعلامية في خدمة كما تعلم الاحتلال ومن يقوده أمريكا. اليوم يعني الغرب كشف عن وجهه الكالح، يعني تصور في ألمانيا يمنع أي مواطن لاجئ بحمل العلم الفلسطيني المعترف به دوليا، المعترف به دوليا، هذا العلم أن يرفع يبعد ويعتبر مساندة إلى غزة. اليوم غزة يعني أصبحت بدل من أن تكون مثال إنساني وحضاري للمجتمع الحديث على أنه يجب أن لا يقتل الأطفال ولا تهدم المدارس ولا المستشفيات ولا أبدا، أصبحت اليوم هي يعني إشارة جريمة إذا واحد وقف معهم في الغرب. يعني حرية التعبير شيء، يعني تصور حتى في المساجد، وأنا أقول لك أمس في صلاة الجمعة، أمس في صلاة الجمعة كل أئمة المساجد تم تحذيرهم من دعم غزة في أوروبا جميعا، ولذلك ذهب البعض إلى الإشارة في دعم اللهم احمي المسلمين عامة. فهذه هي الديمقراطية التي تريدها. يعني كان ينتقد الكبت على حرية التعبير في بلداننا وهو الآن يمارسها، أين حرية التعبير إذن في العالم الغربي؟
حرية التعبير يعني حقيقة مصطلح يعني لما يساء إلى القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم هذه حرية تعبير. أما أن يقتل الناس وتدمر بيوتهم ويهجرون ويبادون هذه لا، هذه وجهة نظر. يعني تخرج لتدين يعني ذلك مشكلة. وبصراحة أقول يعني كان سابقا تسمى ازدواجية المعايير، أما الآن فهذه سفالة المعايير. الغرب يمارس سفالة المعايير. هذه المعايير بهذه الطريقة تبين الوجه الكالح لأوروبا لنظامها. هذه الأخلاقية الدول سقطت، بقيت أخلاقية الشعوب، لكن هذه أخلاقية الشعوب يعني مضطهدة بشكل غير طبيعي. اليوم يعني تصور أنه حتى الأوروبي لا يستطيع أن يجاهر بدعمه إلى فلسطين، يخاف على وظيفته وعلى عمله. هذه هي الديمقراطية في أوروبا اليوم. من هنا سيد ماهر حجازي الكاتب والصحفي الفلسطيني، هل أنت معنا؟ تفضل. نعم. كيف تعلق على ما تفضل به عبد الله سلمان ونقل الواقع الغربي؟ هل هناك بالفعل حرية تعبير كما يدعي الغرب؟ يعني أتفق تماما مع ما تفضل به الدكتور، يعني فيما يتعلق حاليا يعني أيضا تحدث عن ألمانيا وأخذ نموذج صارخ. ألمانيا اليوم تدعم دعم رئيسي ومن أكثر الدول الأوروبية دعم الإسرائيلي. بالأمس بعد يعني قطع الاحتلال الإسرائيلي للإنترنت والاتصالات عن قطاع غزة والقصف العنيف الذي شهدته عدة مناطق داخل قطاع غزة، هنا في القارة الأوروبية كانت مجموعة من المظاهرات التي واكبت وخرجت في الساحات الأوروبية رفضا لهذا العدوان الإسرائيلي، وخاصة بما جرى ليلة الأمس من قصف عنيف ومحاولات إسرائيل يعني توغل بري داخل القطاع. ألمانيا، وكنا نتواصل مع يعني في بث العديد من الفعاليات هنا في أوروبا، ألمانيا وتحديدا في ساحة يعني أشهر الساحات في وسط العاصمة الألمانية بوابة برلين، مباشرة تداعت الجاليات الفلسطينية والعربية الإسلامية وأيضا المتضامنين مع القضية الفلسطينية للخروج بمظاهرة رفضا لاستمرار هذا العدوان وقطع الاتصالات. لكن سرعان ما قامت الشرطة الألمانية بفض هذه التظاهرة وهذه هذا الاعتصام التضامني مع أبناء شعبنا. وبالتالي للأسف الموقف الألماني الرسمي داعم بشكل كبير للاحتلال الإسرائيلي، وألمانيا من أكثر الدول الأوروبية تشددا بمنع الفعاليات الفلسطينية ووقف كل أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني. وحتى كما تفضل ضيفكم الكريم فعلا يعني رفع العلم الفلسطيني، هناك غرامة مالية ويمكن ربما تعرض صاحبه أيضا للاعتقال داخل يعني الاعتقال لدى السلطات الألمانية. أيضا الموقف الفرنسي في ذات هذا الجانب. أيضا هنا مثلا في هولندا هناك يعني كان وضع أفضل بكثير من ما جرى في بعض في ألمانيا وفرنسا. كانت هناك فعاليات بالأمس أيضا تظاهرة أمام محطة القطارات في مدينة روتردام الهولندية، رفع العلم الفلسطيني وأضاءت الجاليات الفلسطينية والعربية الإسلامية وأيضا المتضامنين الهولنديين أضاءوا الشموع دعما لقطاع غزة. أيضا في الدنمارك كانت هناك مظاهرات حاشدة بالأمس وبثت عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، خرجوا للتعبير عن رفضهم بهذا العدوان الإسرائيلي المتواصل، وخاصة ما شهدته الليلة الماضية من استهداف وحشي وقصف همجي من قبل هذا الاحتلال الإسرائيلي على المنازل والمدنيين والسكان، وقطع أذان وقطع الاتصالات والإنترنت، لأن هذا الاحتلال أراد أن يواصل هذه الجريمة بعيدا عن مشاهد العالم. فعلا يعني المشاهد المجازر التي يرتكبها هذا الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، مشاهد قتل الأطفال وقتل النساء وتدمير البنى التحتية واستهداف المشافي، كل ذلك يعني حرك العالم وأصبح هناك تغيير حتى في بعض المواقف السياسية الأوروبية والغربية التي هي قالت أن من إسرائيل حق الدفاع عن النفس. لكن أصبحنا نشاهد ونستمع إلى مواقف سياسية في المستوى الرسمي الأوروبي والغربي يعني تطالب إسرائيل بتجنيب المدنيين بوقف هذه المجازر، وهناك مواقف دولية يعني من المنظمات بالأمس المنظمات الدولية التي لها طواقم داخل قطاع غزة عبرت عن مخاوفها تجاه قطع الاتصالات وقطع الإنترنت عن القطاع، وهناك انقطاع وعدم تواصل مع طواقمها الطواقم الدولية. بالتالي الجريمة التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها داخل قطاع غزة والتي كانت الليلة الماضية من أشد
هذه يعني أشد أنواع القصف على قطاع غزة. هو لا يستهدف بالأمس، يعني هذه لا يستهدف فقط الشعب الفلسطيني، وإنما عندما قطع الاتصالات وقطع الإنترنت هو يستهدف كل حتى الغربيين الموجودين داخل قطاع غزة عندما انقطع التواصل معهم مع المؤسسات الدولية، وبالتالي هذا استهداف أيضا لمؤسسات الدولية التي يعني معنية بحقوق الإنسان. نعم أستاذ ماهر، سأعود إليك مجددا. هنا أستاذ أحمد حماد الخبير والباحث العسكري، نعود إلى التطور. قبل قليل سرايا القدس التي أعلنت أنها استهدفت حشود العدو في منطقة كيسوفين بصلية صاروخية، ما أهمية وجود غرفة عمليات مشتركة أو موحدة لنقل برأيك للمقاومة عموما، واستمرار هذه الغرفة في عمليات سيف القدس مع كل هذا العدوان البري والجو البحري للاحتلال؟ يعني عندما نقول بأن هناك غرفة عمليات، يعني بأن كل القوى والوسائط، القوى هي القوى البشرية، يعني القوات المتواجدة على قطاع غزة، والوسائط هي كل الأسلحة المتواجدة لدى كل الفصائل، أن تكون هذه القوى والوسائط تحت أمرة غرفة العمليات، تستطيع توجيهها وتحريكها باتجاه الهدف المراد المدروس بشكل دقيق والمستطلع بشكل دقيق، ليتم توجيه الضربات إلى هذا الهدف المختار والمعني من كل الفصائل. أما في حال عدم وجود غرفة عمليات، يعني بأن كتائب صلاح الدين تقوم بضرب أهداف خاصة لها، الجهات تقوم بضرب أهداف خاصة لها، كذلك سرايا القدس. ولكن عندما تتوحد كل هذه القوى وتضع كل إمكانياتها في يد غرفة عمليات يقودها ضباط أو فنيون عسكريون يعني لديهم المعلومات، لديهم الاستطلاعات، لديهم كل المعلومات عن العدو، فتقوم هذه الغرفة بتوجيه الضربات التي تختارها. مثلا عندما يتم استطلاع هدف معين، هذا الهدف المعين يتم دراسته، المدى، أهمية هذا الهدف، نوعية هذا الهدف، الأسلحة المتواجدة عند هذا الهدف، وبالتالي تحديد السلاح الذي يقوم بتوجيهه ضد هذا الهدف سيؤثر عليه. مثلا عندما نرى دبابة ميرغافا، لا يمكن أن نقوم يعني بتوجيه قذيفة مثلا هاون عليها أو شيء ثاني، نقوم بتوجيه السلاح الفعال من أجل ضربها وتدميرها. كذلك عندما نرى قوة بشرية معينة نستطيع التعامل معها بالرشاش بكيسية أو بالأسلحة المتوسطة، لا نقوم بتوجيه صاروخ مثلا نستطيع استخدامه في أماكن أكثر حساسية أو بما يناسب كل الحدث. يعني إذن غرفة العمليات هي دراسة الأهداف، دراسة الأسلحة، توجيه هذه الأسلحة إلى الهدف المختار والمستطلع والمتفق عليه، كيف سيتم تدمير آلية تدمير هذا الهدف. من هنا ماهر حجازي الصحفي والكاتب الفلسطيني، كيان الاحتلال وصف 120 دولة دعت إلى إيقاف إطلاق النار في غزة بالدناءة. إلى أدى برأيكم من خلال هذا التصريح فقد الاحتلال جزءا من الدعم الدولي لنقل بعد التحرك العربي، وإن كان خجولا في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ يعني حقيقة ماذا نتوقع من هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يلتزم بقوانين دولية ولا يعني لا يلتزم بأي قرارات تصدر عن مجلس الأمن، المجلس الأمن الذي هو أكثر سلطة وأكثر نفاذية من الأمم المتحدة. لا شك اليوم الخطوة في البيان أو في القرار الذي تبنته الهيئة العامة للأمم المتحدة بالأمس في هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار، لا شك هو خطوة في الاتجاه الصحيح، والتي يعني الآن هو المطلوب، وكل والجميع ينادي بضرورة وقف هذا العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا داخل قطاع غزة، وبأيضا هدنة إنسانية وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية التي يحتاجها قطاع غزة، ونتيجة يعني تدهور أوضاع الإنسانية داخل القطاع بسبب هذا العدوان الإسرائيلي. ولكن حقيقة هذا هو الموقف الإسرائيلي بشكل دائم أمام أي قرار دولي صادر عن الأمم المتحدة أو حتى عن مجلس الأمن. يعني كانت هناك عشرات القرارات الدولية فيما يتعلق بالاستيطان ووقف التهويل ووقف العمليات العسكرية ضد قطاع غزة في اعتداءات سابقة، لكن هذا الاحتلال الإسرائيلي
لا يلتزم بالموقف، وحتى يعني ما قام به او ما قاله يعني المندوب الاسرائيلي في الامم المتحده في هذا التوصيف، ووصف الامم المتحده بانها قرارات هذا القرار غير ملزم لاسرائيل، وبالتالي هي عن جهه اسرائيليه. لكن حقيقه اليوم المطلوب هو تعميق مثل هذه المواقف. لا شك اليوم هناك متغيرات في العديد، كما تحدثت، في العديد من المواقف الاوروبيه والغربيه الداعمه للاحتلال الاسرائيلي. عندما نشاهد مثل هذه المجازر وجرائم الحرب، هناك الكثير من المواقف الدوليه التي دعت وطالبت الاحتلال الاسرائيلي بوقف العدوان وبوقف قتل المدنيين والاطفال والنساء، وايضا طالبت بفتح المعابر وادخال المساعدات. حتى نلاحظ يعني بالامس ما صدر من تصريحات من البيت الابيض عن الرئيس بايدن، نلاحظ ان هناك في فرق يعني نوعا ما بالتصريحات، مع ان الموقف الامريكي لا يزال داعم وشريك لهذا الاحتلال الاسرائيلي في عدوانه على شعبنا الفلسطيني، لكن هناك نلاحظ بعض التصريحات يعني فيما يتعلق بما يعرف بالغزو البري او الحرب البريه داخل قطاع غزه. هناك تصريحات انه صدرت على البيت الابيض ان بايدن يعني طالب من يمين نتنياهو رئيس حكومه الاحتلال بان يكون ان يضع خطط او ان تكون هناك خطط بديله عن الغزو البري، وبالتالي ربما نلاحظ ان استمرار هذا العدوان الاسرائيلي وهذه الجرائم والقتل يعني يتسبب في بعض التغيرات في المواقف الدوليه التي لا تزال في كثير منها يدعم هذا الاحتلال الاسرائيلي، ولكن هناك دعوات ومطالبات لوقف العدوان وتحقيق هدنه انسانيه. ايضا الحراكات يعني بالامس في تركيا وفي الدول الاوروبيه هناك تحركات لا تزال واعتصامات ونداءات للتوجه لاماكن السفارات الامريكيه والاسرائيليه لاعلان موقف رافض من هذا الحرب. حتى داخل الولايات المتحده الامريكيه يعني لا تزال التحركات، كان هناك بعض الناشطين الداعمين للقضية الفلسطينية ومنهم أيضا منهم من الجالية اليهودية في أمريكا قاموا بإغلاق إحدى المحطات القطارات في الولايات المتحدة الأمريكية وطالبوا بوقف هذا العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا الفلسطيني داخل القطاع، وبالتالي تتواصل هذه الحركات وهي حركات مهمة جدا في رفض هذا الإجرام الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا. وأريد أن ألفت نقطة مهمة حقيقة، يعني بالأمس عندما هذا الاحتلال الإسرائيلي بدأ هذا التصعيد وأخذ منحة أكثر عنفية تجاه أبناء شعبنا، قطع الاتصالات والانترنت في جزئيه مهمه جدا، ان هذا الاحتلال الاسرائيلي من واحده من الادوات التي استخدمها بعد ان قطع الاتصالات والانترنت مع داخل قطاع غزه، قام بانشاء حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي لقيادات فلسطينيه ولصحفيين واعلاميين، وبدا ينشر المعلومات الكاذبه والتحريضيه، وبالتالي ايضا هو شن حرب نفسيه بالامس من خلال هذه المنصات. وبالتالي انا من خلال شاشه الرافدين ندعو فعلا النشطاء وابناء شعبنا وايضا كل من يحب القضيه الفلسطينيه ان ينتبه الى في نقل المعلومات، خاصه ان هذا الاحتلال الاسرائيلي يريد ان يشن ايضا اضافه الى هذا الحرب وهذا العدوان، هو يشن حرب اعلاميه على شعبنا الفلسطيني، وبالتالي هذه نقطه مهمه احببت ان الفت النظر اليها. اذا هذه مناشده منكم بان هناك حسابات لقيادات فلسطينيه وصحفيين يحاول من خلال ذلك الاحتلال أن يضلل ويستخدم طريقا آخر لهذه الحرب أو لهذا العدوان. شكرا جزيلا لك ماهر حجازي الصحفي والكاتب الفلسطيني لهذه المشاركة. من هنا أستاذ عبد الله سلمان الباحث والكاتب السياسي العراقي، بالأمس الأمم المتحدة وافقت على الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت على قرار الهدنة، ولكن العراق هنا لم يصوت لمصلحة هذا القرار وامتنع ثم اعتذر بعد ذلك، كيف تقرأ ذلك؟ الحقيقة الوضع السياسي في العراق يعني مرتبك نتيجة وجود التكتلات السياسية داخل المنظومة السياسية في العراق، فوزير الخارجية لا يمثل يعني الموقف الرسمي للحكومة في المركز، وإنما يمثل وجهة نظر الأكراد فقط، ولذلك هو أعطى إعازا إلى ممثل الأمم العراق في الأمم المتحدة أن يرفض هذا، لأنه حكومة الإقليم هي الأقرب إلى الكيان الصهيوني من غيرها، وبالتالي يعني هذا الانعكاس وضعف المركز وضعف شخصية رئيس الوزراء محمد السوداني أمام السفيرة الأمريكية ويعني حرصه على التمسك بمنصبه دعاه السكوت، وبالتالي الاحتجاجات الشعبية والرفض الشعبي
يعني وزير خارجية من المفترض أن يمثل وهو لسان لدبلوماسية بلده. هذه في البلد، هاي في البلدان الطبيعية. أما العراق اليوم لا توجد دولة وإنما نظام عصابات حقيقة، يعني كل مجموعة تتصرف بالوطن بما تريد. هذا من يسرق النفط، وهذا يعني تصور أن وزير الخارجية العراقي عندما يذهب إلى الخارج لا يتحدث عن مشاكل العراق، لا يتحدث عن حاجات العراق الأساسية، ولا يتحدث عن حاجة الإقليم وموقف الإقليم، ويشتكي أحيانا إلى الأمريكان من المركز لأنه المركز يضغط على الإقليم. هذا هو النظام الذي أرادته أمريكا، نظام فاشل، نظام بدون دولة، نظام تهدده العصابات وقوة السلاح. فمن يملك سلاح يملك الموقف. اليوم الشعب العراقي غضب من هذا الموقف، فلذلك حاولت أن تتراجع الحكومة المركزية بحجة أنه يشمل الموضوع حل الدولتين وهم غير قابلين على هذا. وهذا بالحقيقة هو محاولة لتغطية هذا الفشل الذريع في السياسة الخارجية العراقية التي تدعي تقودها يعني فصائل المقاومة، وتدعي عداءها إلى إسرائيل وإلى كيان الصهيوني وأمريكا، وبالتالي العراق يصوت ضد هذا القرار. هذا هو الذي دفعهم لمحاولة الإلغاء. لكن محاولة الإلغاء الحقيقة يعني أنا ما عندي موقف، أنا لا أعرف ما أذا أتفق. يعني مثل هذه القضايا الحساسة والمصيرية في حياة يعني العراقيين والوطن العربي، قضية فلسطين قضية أساسية وأخلاقية واجتماعية عند الشعب العراقي. فبالتالي أنا لما أتخذ موقف تجاه هكذا قضية جوهرية وأساسية، يعني لازم يجب أن يكون عندي موقف واضح وصريح دون أي لبس. يعني ليس من المعقول أن اليوم أنا أرفض وبكرة أعيد. يعني هذه ارتباك ودليل على أن الوضع السياسي في العراق وضع ميليشياوي وعصابات، وليس وضع حكومة مركزية تمتلك قرارها السياسي. من هنا أستاذ أحمد حمادة الخبير العسكري، يعني هل هناك تطور في نوعية الأسلحة للمقاومة عموما، نوعية الأسلحة، الصواريخ خصوصا، التكتيكات أيضا العسكرية على الأرض التي تستعملها قوى المقاومة، هل هناك تطور في ذلك؟ يعني كيف يمكن استعمالها أيضا في ضوء تطورات المعركة حاليا؟ يعني سرايا القدس والقسام وغيرها من المقاومة الفلسطينية لم تكن تمتلك هذه الإمكانيات العسكرية من قبل، فتطورت هذه الأسلحة وخاصة سلاح الصواريخ من النسخة الأولى للقسام، كانت بحدود 20 كيلومتر، والتي تكلم عنها الجميع بأنها صواريخ عبثية وأنها غير قادرة على تحقيق أي شيء. ثم تطورت هذه الصواريخ وأصبح لديهم صواريخ الكاتيوشا أو الجراد 20 إلى 40 كيلومتر، وهذا أثر في محيط يعني غزة، كانت تطلق على الأماكن القريبة بحدود 20 كيلومتر، إلى أفقيم، إلى زكيم، إلى سدريوت، إلى كل هذه المستعمرات. ولكن مع تطور الحاجة، يعني الحاجة التي كل ذلك صنع محلي، وهناك فجر 75 كيلومتر، صواريخ قدس 101 يصل إلى تل أبيب 75، هذا لا يصل إلى 70، لأن تل أبيب بحدود 160 كيلومتر، ولكن صاروخ آر 160 كيلومتر تم يعني سجيل، يسمى سجيل، كان يعني نقلة نوعية. أما في معارك طوفان الأقصى فظهرت أنواع جديدة من الأسلحة، هي عياش 250 كيلومتر، وكذلك صواريخ قذائف الياسين التي تم استخدامها اليوم ضد هي وصواريخ الكورنيت ضد الغزو أو ضد الهجوم الإسرائيلي المدرع. لكن هذه صواريخ عياش مدى بعيد جدا، 250 كيلومتر، وهي صاروخ تطال كل المناطق يعني بفلسطين المحتلة من إيلات وحتى نهارية وحتى تشمل كل الأراضي الفلسطينية. كيف استطاعت المقاومة أن تطور هذه الصواريخ؟ هل كل هذه يعني صناعة داخلية لنقل؟ يعني الصواريخ هي صناعة داخلية مع بعض الخبرات، هناك مهندسين
السياسيين يعني كالطائرة الزواري التي كان أبو الطائرة المسيرة محمد الزواري التي طائرات انتحارية يعني تحمل 50 كيلومتر والتي قصفت فيها أماكن قيادات الرصد والكاميرات وكل الأماكن التي كانت للحراسة في غلاف غزة تم استخدام هذه الطائرات ضدها. كذلك التكتيك الطائرات الشراعية التي تم استخدامه لأول مرة من جنوب لبنان في 87 عندما كانت مجموعات من الجبهة الديمقراطية على ما أذكر وكان أحد الأبطال فيها خالد محمد الأكر من حلب الذي قاموا باستخدام الطائرة الشراعية إلى معسكر في شمال فلسطين المحتلة. كذلك هذا التطور نوعي. كذلك هناك صواريخ مضادة للطائرات التي تم يعني تحديثها متبر هذا الصاروخ كذلك وصاروخ رجوم أرض أرض. إذن هناك مجموعة كبيرة من الصواريخ والقنابل التي تؤثر على الدروع والتي تؤثر على يعني تقوم باستخدامها ضد الأهداف الإسرائيلية في الأماكن البعيدة. كذلك الصواريخ المتبر اللي ضد الدفاع الجوي ضد الطائرات المروحية والطائرات المنقضة. إذن هناك تطور عسكري نوعي لدى من جراء الخبرات المتراكمة يعني خبرات متراكمة وهناك مهندسين أصبحوا يستطيعون تأمين الموارد لأن هناك بعض الموارد أو بعض المواد لديها لها استخدام يعني مدني وعسكري. مثلا السماد عندما يتم وضعه بطريقة معينة وهو مخصص للزراعة يتم استخدامه في التفجيرات وفي الألغام. كذلك هذه الصواريخ هناك اليوم برامج عديدة هناك مهندسين فلسطينيين خرجوا إلى الخارج وتعلموا وتدربوا وعادوا ليتم استخدام هذه الصواريخ من البواري المعدنية أو من الخردة يتم تعويمها مرة أخرى. وكذلك الطلقات من يعني الثورة السورية استفادت كذلك من هذه التجارب. لذلك عندما يكون الحصار وكما يقول يعني الحصار والحاجة يعني الاختراع. أم الاختراعات أم الاختراع. نعم. وهذه هي الحاجة أم الاختراع. من هنا أستاذ عبد الله سلمان ما خطورة المقاربات الأمريكية بينما جرى في مدينة الموصل نموذجا وتكرار هذا الواقع أو المخطط بشكل أقصى لنقل في غزة المحاصرة أصلا هي معركة الموصل خطط لها وفق نظرية صهيونية وهي الأرض بدون شعب. هذه النظرية الصهيونية ليست حديثة وهي أقرت في المؤتمر الصهيوني عام 1887 واعتمدت في عملية تثبيت الكيان الصهيوني على أساس في البداية أن يكون في أفريقيا ولكن اختيرت بعدين يعني فلسطين. فهذه النظرية التي اعتمدتها أمريكا في تفريغ الموصل وأثناء التحضير حضروا إلى ما يسمى الطاولة المستديرة لمعرفة مصير الموصل، بمعنى أنه يجب أن تكون الموصل بدون شعب ولذلك يتم بعد ذلك التفاوض على المساحات الجغرافية الموجودة بما يسمى الموصل سابقا في وجهة نظرهم. فبالتالي إيران تأخذ قسم والإقليم يأخذ قسم وأمريكا تأخذ قسم وهنا تتفتت يعني عملية وجود الموصل الجغرافية. وهذه النظرية الصهيونية لاحظناها بنتائج ما بعد معارك الموصل التي حدثت وهي عملية تفريغ الموصل. اليوم نحن نشاهد أن الموصل لا توجد يعني لا توجد لها هوية جغرافية لأن الكل متداخل في هذه العملية. إيران متواجدة بأذرعها والإقليم متواجد بميليشياته وأمريكا موجودة بالقواعد بحجة محاربة الإرهاب. فلذلك هم يعني يستنسخون عملية الموصل هي ليست عملية معركة الموصل إنما هي نظرية صهيونية في الحروب ضد الشعوب. فبالتالي عملية يعني لما يجون يردون يتفاوضون على غزة مثلا ووجود فيها شعب ووجود فيها تاريخ ووجود فيها
ديانات وموجود بها مساجد وموجودة بها كنائس، هذه لا تريق إلى الكيان الصهيوني أو لأمريكا بالتفاوض على غزة وعلى وجودها، إضافة إلى المشاريع التوسعية والخارطة الجديدة التي تريدها أمريكا للمنطقة. فبالتالي يعني ضرورة استنساخ يعني مسألة معارك الموصل في تفريغ غزة، ولكن الفارق يعني الأمريكان دائما أغبياء حقيقة، يعني دخل العراق على أنه خلال 6 أشهر يغيروا كل المنطقة والعراقيين يعني يرحبون بهم ويستقبلوهم، ولكن المقاومة العراقية أفشلت هذا المشروع ونكست الراية الأمريكية العسكرية، فشلت أمريكا عسكريا وسياسيا في العراق، وكذلك سيفشلون حتما، يعني حتما سيفشلون في غزة، لا يستطيعون لا إبادة الشعب يعني الفلسطيني في غزة ولا يستطيعون إعادتها. الأغبياء الأمريكان يتعاملون مع غزة، يعني كل منطقة لها جغرافيتها ولها، يعني ضيفك الكريم يعني يعرف أكثر مني في هذا المجال. صحيح. الجغرافيا تختلف في أفغانستان والجغرافيا تختلف في العراق، والأوليات التي موجودة لدى الشعب الفلسطيني تختلف عن الأولويات اللي موجودة عند الشعب العراقي أو عند الشعب الأفغاني. فالعملية يعني عملية استنساخ لفكر صهيوني واستمراره، ولذلك ترى كل الصهاينة في العالم يؤيدون القتل والدمار للشعب الفلسطيني في غزة. من هنا أستاذ أحمد حمادة العقيد الخبير العسكري والباحث، في تقريبا 3 دقائق قائد الحرس الثوري الإيراني صرح أنه إذا شن الاحتلال هجوما بريا فسوف يدفنون هناك، يعني ما جدوى هذا التصريح برأيك؟ وهل تعتقد بالفعل أن إيران يعني قادر الآن على فتح معركة؟ يعني سيدفنون بالفعل سيدفنون، ولكن سيدفنون إن شاء الله. إن شاء الله. ولكن من هو الذي سيدفنهم؟ هل ميليشيات إيران التي تتكلم تريد أن تحصد يعني نتائج هذه العملية المنتصرة إن شاء الله هي وحزب الله، أم من سيدفنهم هم أبناء غزة الأبطال الثوار الذين يقاتلون ليل نهار ويعيشون في أصعب الظروف التي يمكن أن يعيشوا فيها؟ كل مقاتل من هؤلاء أهله اليوم استشهدوا أو جرحوا أو محوصروا أو انقطعت عنهم الأكل والكهرباء والماء والإنترنت ولا يوجد تواصل معهم. إذن هو يريد أن يعني كما يقال المثل أن يدحش أنفه في المكان الغير مؤهل له، هذا ما يريده. ولكن رأينا عبد اللهيان منذ أكثر من 15 يوما يهدد الإسرائيليين ويقول ربما لم يكون هناك غد، ولكن كل هذه التصريحات الإيرانية ومن السياسيين والعسكريين يتم دحضها بشكل كبير من قبل القيادة الإيرانية التي تريد فقط يعني تمرير هذه الأمور وربما إرضاء الولايات المتحدة نتيجة المباحثات النووية بينها وبين الولايات المتحدة، أو رفع العقوبات عن إيران، أو ربما إبقاء حزب الله خارج هذه المعادلة من أجل أن يبقى مسيطرا على هذه المنطقة، كذلك إبقاء بشار الأسد خارج هذه المعادلة الذي يقصف يوميا مطار حلب ودمشق. خلال 10 أيام خرج المطاران من الخدمة عدة مرات ولم نستطع يعني أن نرى بأن هناك شيء اسمه مقاومة أو ممانعة أو ذلك، أم المقاومة والممانعة هؤلاء يستخدمونهم ضد شعوبهم، ضد شعوب أهل المنطقة من أجل تغيير ديمغرافي، من أجل قتل الشعب السوري. اليوم في هذه الأثناء عندما تقصف غزة كانت تقصف إدلب في نفس الوقت بطيران النظام والطيران الروسي، ولكن كل المتحالف معهم وكل ما يطلق بأن روسيا وإيران وغيرها ونظام الأسد وهؤلاء يريدون رفع الظلم عن أهل غزة، أتوقع بأنه مجرد أكذوبة كبرى، ومن يصدق هذا الكلام فإنه يعني قد يكون لديه مشكلة مع ذاته أو مع عقله، لأن من يقتل أهل إدلب لا يمكن أن ينتصر لأهل غزة، ومن يحاصر
حصر أهل إدلب وحلب، كيف حوصرت حلب وقصفت الطيران الروسي والميليشيات الإيرانية، لا يمكن أن يدخل اليوم المعونات والمواد إلى غزة. إذن الحرية الشعوب لا تنتقص ولا تنفك عن بعضها. إذن كل من يقف ضد حرية الشعوب بالتأكيد سيخرج من هذا التاريخ. وما يقوله رئيس أركان الجيش الإيراني عبارة فقط من اللي يقول بأننا ليس لنا أي علاقة ولن نتدخل لا وحدة الساحات ولا وحدة الجبهات. إذن مشاهدينا الكرام لنا وقفة ثم سنعود بعد قليل إلى متابعتنا الإخبارية المتواصلة بشأن معركة طوفان الأقصى والعدوان على غزة. شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والباحث السيد العقيد أحمد حمادة، شكرا لك. وشكرا أيضا لأستاذ عبد الله سلمان كاتب والباحث السياسي العراقي. نواصل بعد قليل إن شاء الله تعالى.